بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي، دورة كاملة في الأكسس قواعد البيانات الداتابيز المستوى الأول. الفيديو الحالي هو الفيديو رقم 16 بعنوان الحقول من نوع كائن OLE، وده مهم لكل من يتعامل مع قواعد البيانات. لو عايز قاعدة البيانات بتاعتك تكون مميزة كده بأسماء العملاء وصورهم او اسماء الطلبة وبعض المقاطع كده اللي بتحكي تاريخ حياتهم، سواء فيديو او صوت او بعض الاحصائيات عنهم او اشياء من هذا القبيل يعني، فلازم هتستخدم الكائن OLE. في الجدول الحالي اللي انا شغال عليه ده هروح هنا كده واضيف الـ OLE، مش موجود من هنا من الاضافة دي، فهروح على وضع التصميم وهقول مثلا هسمي الحقل ده كائن، وهاخد يعني على اساس ان هو الحقل اسمه كائن OLE، هختار النوع ده ماشي، التسمية التوضيحية بتاعته ومطلوب ولا لا ومحاذاة النص. بس ال OLE هو حقل يتم ادراجه في الجدول ماشي، حفظته اهوت، ظهر معايا هنا كائن، ده بيتم ادراج فيه، ممكن تضيف فيه ورقة اكسل، وممكن تضيف فيه مستند وورد، ممكن تضيف فيه صورة، وممكن تضيف فيه صوت، وممكن تضيف فيه فيديو، ممكن تضيف فيه اشياء كتيرة جدا. اي كائن، والحقل ده بيتحمل في الريكورد الواحد لحد 1 جيجا بايت، طبعا بيرتبط بمساحة الديسك عند حضرتك، الهارد ديسك فاضل فيه مساحة قد ايه، لان هو طبعا هيروح يحمل فيه مساحة كبيرة خالص. ممكن تضيف فيه اصوات وفيديوهات وصور وكده. ده لو عاوز تضيف لكل طالب مثلا في المدرسة صورته، او لكل عميل عند حضرتك او مورد او غيره صورة له، او بعض البيانات الخاصة يعني بيه، فطبعا بتبدأ تضيفها من هنا. بنحددها ازاي؟ من هنا ادراج كائن اهوت، وبتختار طبعا بيظهر لك معالج كده ماشي، انت عايز تضيف ايه من هنا، او انشاء من ملف، وبتستعرض مثلا الصور مثلا يعني، بتختار الصورة وبتروح تعمل له ادراج، فبيتم ارفاقها ماشي، وبعد كده بتقول موافق، فبتظهر معاك هنا فلان ده في عندنا في الكائن في صورة مثلا او كده ماشي. ازاي بنظهرها بقى في الفورمز كده، النماذج، ده موضوع ان شاء الله هنتناوله، لان ليه اكتر من خطوة كده سريعة ان شاء الله هنتناوله في الجزئية الخاصة بالنماذج الفورمز. بس احنا النهاردة اتكلمنا عن ادراج الحقل ده في جداول الاكسس. معلومة سريعة كده يعني، هي غير كاملة صحيح، ولكن تكمل ان شاء الله في نفس السلسلة دي في فيديو قادم إن شاء الله. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.